أول شيء أهلا وسهلا فيكم بالأشرفية، أهلا وسهلا بالنواب، أهلا وسهلا بالشيخ سامي، أهلا وسهلا بأعضاء مجلس بلدية بيروت، بالمخاتير، بأبونا جورج، بكل الرفاق والأصدقاء أكيد. أهلا وسهلا بالرفاق، وهون مرة جديدة بدي أكد ببداية الحديث عن الوحدة يلي مصرين عليها، وعلى الوحدة يلي هي أخرجتنا من كل أزمات لبنان. هيدي الوحدة هي رح تخلينا كمان ننقذ لبنان من المشاكل اللي عايش فيها. هي الوحدة بين الكتائب والقوات يلي اليوم لخامس مرة عم نحتفل سوا بعيد بهالنصر هيدا يلي هو استقلال الثاني للبنان، يلي هو انسحاب جيش الاحتلال السوري من لبنان. احتفال بعيد الجلاء تعودنا عليه، يمكن تعودنا من 46 لما انسحب جيش الفرنسي من لبنان، واليوم عم نرجع نحتفل بانسحاب جيش السوري من لبنان. عم بستغرب وبستغرب انه ما يكون في بأي بلدة او بأي منطقة بلبنان ما يكون في احتفال بذكرى انسحاب جيش السوري منه. انا اكيد انه كان ممكن بكل الاراضي اللبنانية نحتفل بهيدي العيد وبهيدي الذكرى، بداية من البقاع لجنوب لجبل لبنان لبيروت لوين ما كان. اليوم هيدا الاحتفال الوحيد اللي عم بينقام بهيدي الذكرى، وانا أليم شوي انه ما يكون في حدا تاني عم بيحتفل معنا. ولكن بنفس الوقت انا فخور وانا واثق انه اذا الاشرفية هي الوحيدة يلي عم تحتفل بهالذكرى وبهالانتصار، هي لأن الأشرفية أكثر منطقة دفعت دم، دفعت شهداء، دفعت نضال، دفعت تم بطولاتها من أجل الانسحاب بالجيش السوري، أولاً من الأشرفية ومن ساحة سيسين ومن برج رزق ومن كل النقاط اللي كان موجود فيها الجيش السوري إلى تحرير لبنان كاملاً. هي الأشرفية رأس الحربة، والأشرفية رح تبقى رأس الحربة. ستة وعشرين نيسان أنا بالنسبة لإلي هو ابن حرب الميت يوم، معركة الأشرفية، معركة عين الرمانة، معركة زحلة، كل المعارك اللي دفع ثمنها لبنان من أجل سيادته وحريته وكرامة شعبه. هيدا هو ستة وعشرين نيسان. 26 نيسان انتصار شعب اللبناني، كلنا انتصرنا، كلنا نزلنا على الارض. ما حدا ينسى 14 اذار يلي هي وصلتنا لانسحاب الجيش السوري من لبنان. لو خفنا بوقتها ما كان صار في استقلال تاني، ما كان صار في خروج الجيش السوري من لبنان. لأنه الخوف، ولأن تخطينا الخوف، قدرنا حصلنا على الاستقلال الثاني. اليوم بهيدي الذكرى بالذات عم برجع أطلب منكم تاخدوا شجاعتكم بين إيديكم، لأنه الشجاعة هي الوحيدة اللي رح خلينا ننتصر عن جديد. لأنه بعدهم السوريين هون، إذا مش بجيوشهم مباشرة ولكن بعضهم موجودين بمخابراتهم، بالخلايا اللي موجودة على الأراضي اللبنانية، بالسوبرودوي السوري، وبكل ما أنتوا على علم منه بلبنان. هذا نهار هو بالنسبة لنا كمان احتفال، هو احتفال من أجل الأجيال الصاعدة، من أجل شبابنا، من أجل أولادنا، من أجل مستقبلنا
لأنه نحن إذا ما منتذكر سنوياً هذا الاحتفال وهذا العيد منكون نحن عم نتنكر لتاريخنا ومنكون بطريقة غير مباشرة عم ندعي السوري يرجع يفوت على لبنان. بدنا نضل نتذكر تسوري ما يرجع يفوت على لبنان وتولادنا يعيشوا بحرية وبكرامة وبسيادة. هيدا هو هيدا هي اليوم رسالة 26 نيسان 2010. أخيرا هذا الاحتفال هو وفاء لكل شهدائنا، وفاء لكل الشهداء اللي سقطوا ببيروت أو على 10452 كيلومتر مربع كرمال يدافعوا عنا، عن وجودنا، عن بقائنا، فنحن اليوم نكون موجودين هون عايشين بقلب الأشرفية، بقلب بيروت وبلبنان. عم نحتفل تما ينسوا اللبنانيين انه الانقسامات تبعنا وانقسامات بين اللبنانيين هن ودونا الى الحرب والى دخول الجيش السوري الى لبنان. 26 نيسان هو انجاز لنضال ابتدأ مع الكتائب اللبنانية برئاسة الشيخ بيير جميل. ستة وعشرين نيسان هو انجاز لنضال امو اهالينا ابتداء من الشيخ بيير جميل بقيادة حزب الكتائب، للجبهة اللبنانية بزعامة كميل شمعون، للقوات اللبنانية بقيادة بشير جميل، ومن هون بياخد شعار بشير حي فينا كل معناه. هيدا الاحتفال وهيدا العيد منه موجه ضد حدا، واساسا منه موجه ضد سوريا. نحن بدنا احسن العلاقات مع سوريا، بس بدنا اياها كمان هي تعترف فينا وتعرف انه نحن شعب بده يعيش بحريه ومع سيادته الكامله وباستقلال. المقاومه تبعنا ما كانت مقاومه ضد حدا، كانت مقاومه للحفاظ على شعب، للحفاظ على لبنان وكرامته وكرامة شعبه ولحريته ولاستقلاله ولديمقراطيته. هيدا هو كان معنى المقاومة تبعنا، هيدا هو كان معنى المقاومة تبع بشير، تبع كل الرفاق يلي شهدوا سقطوا من أجل لبنان. ما كان ابدا موجه ضد حدا، واي شخص اليوم بده يرجع يحط ايده على لبنان بدنا نرجع نقاومه مثل ما قاومنا السوري ومثل ما رح نقاوم اي غريب على ارض اللبنانيه. هيدي المقاومه خلت سوريا ترجع على سوريا وخلت لبنان يبقى بلبنان ويبقى لبنان مثل ما هو اليوم. نحن اليوم بدنا علاقة صحية وصحيحة بين لبنان وسوريا، بدنا علاقة من الند للند، بدنا علاقة مبنية على الأسس الدبلوماسية الحقيقية بين أي بلد وبلد. وهون ما رح فوت بالتفاصيل، ما رح فوت بتفاصيل محكمة دولية، ما رح فوت بتفاصيل رسم الحدود، ما رح فوت بتفاصيل المعتقلين بالسجون السورية، ما رح فوت بتفاصيل مزارع شبعة. كل هالأمور انتو على علم منا، ولكن نحن هول الأمور مش نسينا، وتكون فعلا في علاقات ندية بين لبنان وسوريا كل هالأمور هيدي بدها تتصحح، وكل هالأمور هيدي بدها تتوضح، وبده يكون إلى مرة نهائية نقطة على الحروف. اليوم تصرف سوريا عم تتصرف وكأنه ستعود، عم تتصرف سوريا وكأنه جزء من اللبنانيين عدو لها، والجزء الجزء الآخر محبين لها وعم بيرحبوا فيها. وكله هيدا هي بتحدد المعايير الخيانة، وهي تحدد معايير الصداقة. نحن بدنا نقول انه اي شخص اليوم بده يبني علاقة
بين لبنان وسوريا بيقدر يبنيها هو مثل ما بده، بس هيدا ما بيكون عم بيبني علاقة بين لبنان وسوريا. نحن بدنا علاقة بين دولة ودولة، مش سوريا بتقرر مين بدها تستدعي على سوريا، ومش سوريا هي بتقرر مين مع مين بدها تحكي بلبنان، ومين خاين بلبنان ومين صديق لها بلبنان. اليوم اذا في علاقة حقيقية، هالعلاقة بدها تكون بين رئيس الجمهورية اللبناني ورئيس الجمهورية السوري، بدها تكون بين رئيس وزارة اللبناني ورئيس الوزارة السوري. هيدي هي العلاقة بين دولة ودولة يلي نحن عم نسعيلها ويلي نحن بدنا اياها.